عندما يرتقي الباحث بأفكاره ويتعمق بفهمه للفكر الديني بحيث تتلاقى هذه الأفكار والمفاهيم الدينية مع متطلبات ومفاهيم السياسة المعاصرة تشكل تكاملاً فكرياً لا بد منه في سياسات الدول وتعاملات الشعوب فيما بينها. وإن من أهم المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية والإسلامية هي مسألة الديني والسياسي، ونحن نشهد اليوم تقلبات عديدة في وطننا العربي والتي تتمحور بشكل رئيسي حول أنظمة الحكم ودور الإسلام فيها، بالإضافة إلى الخلافات الطائفية والمذهبية التي تعتلي عرش الساحة السياسية. وعليه كان لابد لنا في كلية الشؤون الدولية أن نستضيف أعلام الفكر العربي والإسلامي ليقدم لنا آخر ما توصلوا إليه من أفكار وتطلعات بهدف تطوير معرفتنا وزيادة وعينا السياسي كطلاب في جامعة متخصصة في الأبحاث والدراسات السياسية والدولية. ولذلك نستضيف في هذه الأمسية مفكراً غنياً عن التعريف، هو أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية وصاحب العديد من الدراسات القيمة في الفكر الإسلامي السياسي وتاريخه، وشغل العديد من المناصب الإدارية والبحثية في حقل الدراسات الإسلامية. رحبوا معي بالأستاذ والكاتب والمفكر اللبناني الدكتور رضوان السيد. أنا بفضل الموضوع الذي نعالجه الليلة موضوع شديد الخطورة والخطر بالنسبة لحاضر الوطن العربي وحاضر الإسلام ومستقبلهما. ولأن المسألة المطروحة هي عن المصائر، يعني واقع الإسلام السياسي ومصائره، ولذلك لابد من الحديث في التأسيس قليلا حتى نستطيع ليس أن نتحدث عن الظاهرة في حاضرها بل في إمكانياتها المستقبلية. وأهم ما يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بالتأسيس هو قيام هذا ما يسمى الإسلام السياسي على فكرة أن الشرعية افتقدت في المجتمع والدولة وأنه لابد من استعادتها. كيف توصلوا إلى هذه الفكرة في العشرينات والثلاثينات، يعني في حقبة ما بين الحربين؟ وهي المسألة التي جرى استغلالها من أطراف مختلفة لكنها تشكل مرحلة التأسيس. أول مرة بدلا من الحديث عن نظرية الشرعية في الإسلام ويطول الأمر، هي المحاضرة طويلة. أول مرة واحد قال أن الشرعية مفتقدة هو حركة إسلامية هندية سلفية في مطلع القرن التاسع عشر، قال شيخها الفرائضي هذا، قال إن الدار في الهند لم تعد دار إسلام، باعتبار أن الإنجليز كانوا يتصرفون فيها. عندما لا تعود الدار دار إسلام تصبح دار ردة أو دار كفر، ماذا يفعل المسلم؟ عليه إما بالجهاد أو الهجرة، لا يستطيع أن يخضع لأحكام الكفر. وهون مشكلة أحكام الكفر، لأنه قد تكون الهند كلها كافرة ولكن سلطانها مسلم فتعتبر دار إسلام. وهذا رأي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي. لكن
هناك من يرى أنه في العصور الكلاسيكية الإسلامية المتأخرة وقت الصراع على الأندلس على صقلية ثم على الأندلس اختلفوا يعني إذا كانت أكثرية الناس مسلمة في صقلية وحكمهم روجر الثاني ولم يتعرض لعباداتهم ولا لمساجدهم هل تظل الدار دار إسلام أو هل يظل يستطيعون البقاء فيها هناك آيات قرآنية مشكلة قبل فتح مكة أنها على المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة لكن عندما فتحت مكة قالوا لا هجرة بعد اليوم ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فما الذي يحقق الشرعية هل كون الإمام مسلم أو أن الناس يؤدون عباداتهم بحرية أو الأمران ثم متى تكون الشرعية مكتملة لا تبدأ هكذا ثم تزول لابد أن تتناقص شروطها حتى تزول وحدات الثلاث هي أساس الشرعية منذ القرن الإسلامي الهجري الأول منذ الخلافة الراشدة أنه وحدة الدار ووحدة الأمة ووحدة السلطة هذه الشرعية التأسيسية المكتملة اختلفت وحدة السلطة بمعنى صار في خليفتين أو أميرين لكن ظلت الدار معتبرة واحدة مثل ما صارت العلاقة بين السلاطين والخليفة واحد وهو يفوض السلاطين فما تزال الدار موحدة والسلطة رسميا موحدة والأمة طبعا واحدة فيمكن إحداث تأويلات هنا وهناك لكن فجأة في مطلع القرن التاسع عشر وبعد أن كانت قد انتهت ذكريات الأندلس وضياع الأندلس ومشاكل فتوى الهجرة والجهاد في الأندلس والكتاب المشهور أسنى المتاجر في من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر للونشريشي كان قد مضى 200-300 سنة على هذا الموضوع وسكان الهند أحناف المسلمون أكثرية سكان الهند طبعاً هندوس ولكن ثلثهم إلى نصفهم كانوا وقتها مسلمين يحكمهم الإمبراطورية المغول وهم أحناف والأحناف يقولون إذا كانت العبادات مؤمنة وحرة فلا تجب الهجرة من الدار وقد لا يجب الجهاد على كل حال دخلت نزعة سلفية عرفت في القرن التاسع عشر ليست السلفية كلها آتية من الوهابية ظهرت في الهند مثلما ظهرت في شبه الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر من قراءة كتب ابن تيمية وكتب ابن قيم الجوزية التي كانت قد بدأت تطبع في حيدر أباد وفي القاهرة وفي اسطنبول وفي مالطا وثم في بيروت ودمشق ولكن في مطلع القرن التاسع عشر كان في مكانين رئيسيين للطباعة هما القاهرة وحيدر أباد فهذه النزعة المتسلفة متشددة في مفهوم دار الإسلام ولا تهتم بدين الإمام دين السلطان تهتم هل تطبق أحكام الإسلام أم لا هل يصلي الناس بحرية هل أوقافهم سليمة وكل هذه الأمور ما عادت سليمة لأن الإنجليز أرادوا أن ينشئوا مزارع كبرى في الهند وكلها كانوا يعملوا اتفاقيات مع السلطان صاروا يصادروا الأوقاف بعدين يصادروا أملاك الفلاحين أو يشترون بثمن بخس ويجمعوها الملكيات الصغيرة على بعض فشعر الفلاحون أول ما شعروا بالضغط الشديد المسلمون وغير المسلمين قالوا إن الدار لم تعد دار إسلام وعلى هذا الأساس بدأوا بالجهاد من 1804 ل 1857 في حوالي 20 تمرد 1857 قاموا بثورة شاملة بمن فيهم السلطان على الإنجليز فقتل منهم مئات الألوف
أبيده تقريبا بالمدفعية، وأزيل السلطان شاه عالم آخر سلطان مغولي. فصارت بعدها أحد أمرين: إما الخضوع المطلق وتحريم الجهاد كما عمل صديق خان، السيد أحمد خان عفوا، اللي عمل جامعة علي قرى وقال إنه ما عندوش المسلمين إلا التحديث وإلا سيبادون، والهجرة لا تفعل شيئا. لماذا؟ لأنهم هيهاجروا فين؟ مفروض يهاجروا من دار اللا إسلام إلى دار الإسلام. فين دار الإسلام؟ بلاد الأفغان. إذا إجوا من شمال الهند على بلاد الأفغان كانوا يتخطفون في الطرقات مساكين، وأكثرهم لا يصل، حياتهم البائسة يجرونها معهم، مع بعض الثيران، مع بعض الحيوانات، يموتون على الطريق أو يصابون بالطواعين. ظلت هذه الفتاوى تصدر رغم ذلك حتى عام 1920، ولم يصل إلى أفغانستان منهم. هاجر حوالي خلال قرن تقريبا حوالي 5 مليون، ما وصل منهم إلى، بيقولوا ناس بيقولوا 20,000، ناس بيقولوا 50,000 إلى أفغانستان. ترك هذا وعي هائل فظيع في شراسته، هو اللي أدى إلى انفصال باكستان. بلغ من إدراك غاندي لفظاعة هذا الأمر، مسألة الشرعية، أنه لما عملوا الهنود سنة المسلمين 1913 حركة الخلافة، أيد حركة الخلافة غاندي حتى يقنع المسلمين بالبقاء في حزب المؤتمر. ومع ذلك هذا الوعي الانفصالي سيطر عليهم، أنه لما ثاروا المسلمين 1857 على الإنجليز لم يتضامن معهم الهنود الهندوس. وعلى كل حال قيام باكستان كان مأساة أيضا، عملوا حركة التنقل، الهنود يذهبون إلى الأقطار ذات الكثرة الهندية والمسلمين إلى باكستان حيث الكثرة الإسلامية، مات منهم 3-4 مليون 1947-1948، مأساة أفظع بكثير من حيث الأعداد الهائلة التي ذبحت أو ماتت أثناء الهجرة. لكن هذا الانشقاق في الوعي الإسلامي هو انشقاق لم يندمل، أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، والمسلم لا يستطيع أن يعيش مع الآخرين إن لم يكن سيدا، سواء كان قلة أو كثرة. هذا الوعي تعب الأعلى المودودي صاحب النظرية الإسلامية الأصولية المتشددة الحديثة، والتي ورثها عنه الإخوان المسلمون. لنلاحظ أن حسن البنا في 1928 عندما أسس حركة الإخوان المسلمين ماذا سماها؟ سماها جماعة الإخوان المسلمين وليست جمعية. جمعية جمعيات الخيرية التي كانت معروفة وكانت تحتاج إلى علم وخبر وتصبح جمعية خيرية من إدارة الدولة العثمانية والمصرية. هو سماها جماعة، يعني هذا الاسم التقليدي لأهل السنة، الجماعة هي أساس الشرعية، الإجماعة الجماعة، اعتقاد الجماعة، إيمان الجماعة، هذا هو الكوميونيتي، المينستريم، كل هذه التيار الرئيسي، هذا هو تؤديه مفهوم الذي نشأ في القرن الثاني ومطلع الثالث الهجري، سموا نفسهم أهل السنة والجماعة. السنة الشرعية الدينية والجماعة هي الشرعية الاجتماعية، إجماعات المسلمين على ثوابت الدين. لذلك عرف الماوردي الدين الذي ينبغي أن تحرسه الدولة، قال: هو صون الدين على أصوله الثابتة وأعرافه الجامعة. هذه الشرعية المزدوجة حول الأمانة للاعتقاد للثوابت، وأن هذه الثوابت بيد الجماعة وليست بيد الإمام. هذا الفرق يعني بين الإمامة الشيعية والجماعة السنية. الجماعة السنية معصومة عصمة الإمام الشيعي.
على كل حال عندما يكون هناك حكم حسب المذاهب الفقهية الأربعة أن الدار لم تعد دار إسلام، هناك الخياران: الجهاد فإن لم يمكن الجهاد، أو تعذر الجهاد، أو أبيد الناس، أو انهزم المجاهدون، عليهم أن يهاجروا، لا يستطيعون الاستمرار في الديار إلا إذا كانوا مستضعفين جدا ولا يستطيعون الهجرة. وفي الأندلس حتى المستضعفون ذبحوا، يعني إما تنصروا أو ذبحوا. ولذلك بدأت تلك الفتاوى تصدر على أنها فتاوى فقهاء الجماعة. ماذا نفعل في مسألة الهند، في مسألة الجزائر، في مسألة السودان، في مسألة آسيا الوسطى؟ صار في واقعة هائلة في 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 البلقان عندما انتقلت السيادة من النمسا في البوسنة إلى من الدولة العثمانية إلى النمسا في البوسنة. في كل هذه الأماكن عندما انهزم شامل في آسيا الوسطى تطلع فتاوى الجهاد أو الهجرة. كل القرن التاسع عشر حتى المسألة السودانية في ثمانينات القرن التاسع عشر كلها حافلة بفتاوى الهجرة والجهاد، ومصيبة كانت على السودانيين، إلى أين يهاجرون؟ لأن مصر كانت محتلة والمصريون هم الذين غزوهم مع الإنجليز، فإلى أين يهاجرون؟ ليس بجانبهم دار إسلام، بجانبهم إثيوبيا يعني دولة مسيحية. فكانت هذه الحياة المستحيلة التي افتتحت بها، يعني هذه الظروف المستحيلة التي فرضت بالاستعمار على المسلمين يواجهها فكر تقليدي، يواجهها فكر تقليدي عنده الهجرة أو الجهاد. يعني رغم تغير الوقائع عبر 500 سنة ظلت هذه هي المسألة، لم يستطيعوا أن يجدوا مخرجا. وفي الآخر الاستعمار، تعلموا من الاستعمار مخرج. في النهاية هذه الأقطار كلها لم تستقل بحركات الهجرة ولا بحركات الجهاد، اللي إذا بتعتبر الحرب الجزائرية حربا جهادية، استقلت بما يسمى الحركات الوطنية، هذه التي ناضلت من أجل الاستقلال بالأساليب الأوروبية، حتى الاستقلال صار محكوما بأساليب وقيم معينة. يعني حتى الصراع مع أوروبا صار النظام الأوروبي هو الذي يحكمه أو النظام الغربي. على كل حال في هذه الظروف بين القرنين التاسع عشر والعشرين اللي كلها مملوءة بمسألة فقد الشرعية. في الأول فقد الشرعية هي الأنظمة الدول الوطنية التي بدأت بالقيام، ثم صار فقد الشرعية أيضا اجتماعية، يعني الإسلام بدأ ينفقد في رأي هؤلاء ذوي الحساسية الدينية، ينفقد حتى من المجتمعات. في الأول صار يعني غلب على فقد الإسلام قصة الدار ليست دار إسلام مسألة السيادة، يعني فقدت استقلالها. لكن بعدين صارت تتعمق هذه، والمشكلة دائما يعرض النموذج الهندي حيث المسألة لم تعد سياسية صارت اجتماعية. لم يختفي سلطان المغول، وجد المسلمون أنفسهم الذين حكموا الهند 400 سنة وجدوا أنفسهم أقلية صغيرة. هل ينضون في حزب المؤتمر وفي الدول الديمقراطية، دولة ديمقراطية لا يحكمها هندوسي ولكنها يسودها نظام وفي فصل مؤسسات وفي كذا؟ وهذا ما اختارته قلة من المسلمين، ظلوا في حزب المؤتمر، لكن الكثرة الكاثرة والعامة وكلهم راحوا وعملوا باكستان. والذين عملوا باكستان كمان ذو ثقافة إنجليزية، ولكن هذه مسألة الأقلية والأكثرية ما استطاع المسلمون حلها حتى اليوم. فهذا الفكر الإحيائي يسميه revivalist movement نشأت في هذه الظروف، ولم تنفع فيها هذه الحلول التقليدية. ولذلك إذا منشوف الحركات الإصلاحية الإسلامية، السلفية إصلاحية وإصلاحات محمد عبده إصلاحية، ماذا يكرهون؟ يكرهون شيئا واحدا بعد الاستعمار والتغريب، هو التقليد.
تقليد المذاهب الأربعة، تقليد الحياة traditional life في 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 التاريخ وفي الماضي، إنه هذا تقليد عظيم قعد ألف سنة ولكنه تقليد عاجز، بدليل أنه عاجز عن مواجهة الاستعمار، لا بحركة الجهاد حركة الجهاد ولا بحركات الهجرة. ناصر الدين الألباني سنة 79 أفتى الفلسطينيين بالهجرة من فلسطين. يعني إلى هذا الحد هذا التقليد متجذر فكرة، لأنه فيه آيات قرآنية. الفقهاء يقولون إنها منسوخة، نسخت بعد فتح مكة، بس في ناس بيقول لك ما هو مختلف في الناسخ والمنسوخ. إنما هذه مسائل شكلية ورمزية، أن تقول هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة لتبرر شيئا تريد القيام به. الواقع هو الاستعمار، والواقع هو هذا النظام الغربي الذي قام على أنقاض هذا النظام التقليدي الإسلامي، والذي وجد الإسلاميون أنفسهم في محنة فيه. وسط هذه الظروف ظهر ما يسمى الإسلام الإحيائي الحديث، وقلنا إنه حتى عند حسن البنا اللي كان عنده تصوف، كان من الطريقة الحصافية هو وأبوه في الأول، فرع من فروع الشاذلية، سماها جماعة، يعني بعده عم بفكر بمسألة المينستريم ومسألة الأكثرية ومسألة أي أحكام تسود في الدار، وطلع بهذه الفكرة العبقرية هو وأبو الأعلى الموجودي في نفس الوقت تقريبا، ما كانوا يعرفوا بعض. أظن أنه أبو الأعلى الموجودي سمع يمكن بحسن البن، بس هو أظن لم يسمع به. أبو الأعلى الموجودي أنشأ الجماعة الإسلامية عام 1941، ولكن هو أبو الأعلى وكان من أكبر الدعاة لفكرة باكستان باعتباره تلميذ صاحب التجديد التفكير السياسي في الإسلام محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام. تقوم فكرتهم على أمرين، على مسألة ينبغي استعادة الشرعية إلى المجتمع والدولة، ولا يمكن ذلك إلا بخطوتين. الخطوة الأولى مكافحة التغريب، صون الهوية، إنشاء التنظيم الذي تتركز فيه الشرعية والذي يتمدد بعد ذلك عبر إعادة تربية المجتمع وأسلمته. وكل هذه أفكار جديدة، ولأنهم يكرهون التقليد باعتباره عاجزاً وأكل وتآكل أمام الاستعمار وصار فقه فقهاء سلاطين كما يقولوا، فانحصرت الشرعية في الأذهان عند هاتين الشخصيتين الكاريزماتيتين في الإسلام السني، أهم شخصيتين كاريزماتيتين في الإسلام السني في القرن العشرين اللي هما المودودي والبنا. تنحصر الشرعية في التنظيم. دار الأرقم ابن أبي الأرقم، تعرفون ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في العام الخامس لجأ إلى أعلى مكة إلى دار أحد أصحابه، اجتمع فيها أصحابه هناك وتقرروا أنه ناس بيروحوا على الحبشة ناس كذا، بعدها حاصروهم في الشعب بعد موت عمه وموت خديجة، فاعتبروا نفسهم جماعة الأرقم بن أبي الأرقم. خارج هذه الدار ما فيش مسلم، خارج جماعة الإخوان المسلمين وخارج الجماعة الإسلامية ما فيش مسلمين، الشرعية كلها مركزة فينا، ماذا نفعل؟ كيف نمد هذه الشرعية؟ كيف نمدها إلى المجتمع؟ كيف نمدها إلى الدولة والسلطة؟ اعتبر نفسه أبو الأعلى المودودي أنه إقامة باكستان وإقامة من أجل أنهم مسلمون ولا يريدون العيش تحت سيطرة الهند، أنه حلت مشكلة أساسية، وجد أنه ما انحلت ولا مشكلة، ما قدر يعمل دستور إسلامي للباكستان،
وظل حركة معارضة حتى ما سنة 79، وبعدين انفجرت الجماعة الإسلامية وطلعت هذه الحركات المتطرفة في أفغانستان وفي في باكستان أولا، ثم في أفغانستان على وقع الانقلاب الذي نعرفه ومجيء الروس وما شابه. يعني تعرضوا لضغوط شديدة وجديدة فازدادت تفجرات هذه الحركات الإحيائية. الفكرة الأساسية استعادة الشرعية وكيف، ولذلك بدأت هذه النزعة التربوية القوية، سميتها في دراساتي السمتية الدينية بالشكل وبالمضمون وبالانفصال غير الملحوظ عن الناس وبالتربية الخاصة، الحياة شبه السرية مثل حياة الرهبنات، ولكنها حياة الرهبنات مجازة من البابا من الكنيسة الأصلية، مفروض تجاز هذه الحياة من الأزهر، لا هي تعرف حالها. يعني ماذا كتب رشيد رضا؟ ولم يكن طبعا إخوانيا، كان من أساتذة حسن البنا، كتب عام 1933 كتابا ضخما 800 صفحة اسمه المنار والأزهر. المنار اللي هي مجلة، صارت مجلة السلفيين، كانت مجلة الإصلاحيين، حركة محمد عبده باعتباره تلميذا لمحمد عبده، يعني عندهم حساسية كبيرة ضد هذا التقليد الديني الإسلامي، لأنه عاجز من جهة ولأنه خاضع للسلطات من جهة أخرى، وظروف ما بين الحربين، يعني ظروف قاسية ثم ظروف الحرب العالمية الثانية بالنسبة للباكستاني للهنود المسلمين، وبالنسبة لأنه هذان القطران محكومان من إنجلترا، وجيوش الإنجليزية تستخدمهما للإعداد للحرب أو ساحات حرب. وكلما ازدادت الضغوط على هذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسيا كانت فيها نخب سياسية عظيمة، وبالذات مصر، غاندي 1925 يقول لهم ما فيش مصر في العالم كله، ما في العالم القديم كله ما فيش إلا مصر فيها دولة دستورية ديمقراطية، بسبب دستور 1922 أو 1923. فالدولة الوطنية وحركة حزب المؤتمر كانت واعدة ومبشرة. ليه؟ لأنه عندها جمهور وعندها نخب، وبالنضال الوطني استطاعت الحصول على الاستقلال لابد من اكتماله. المهم أن الجمهور كان معها، والجمهور في حالة مصر مسلم بالكامل تقريبا، ولذلك ما عاد حد اهتم بهذه الحركات الإحيائية الصغيرة التي تقول ما فيش شرعية والشرعية مفقودة. ظروف الحرب العالمية الثانية زادت من شراسة الحركات الوطنية الراديكالية والحركات الدينية الراديكالية بسبب الضغط الذي مورس على هذه الأقطار. وبالنسبة للهند دخل هذا المصير الهائل، هذا الانقسام والانفصال. لولا الحرب العالمية الثانية يمكن ما كانش قدروا المسلمين الانفصاليين أن يجمعوا المسلمين من حولهم، والاتفاق مع البريطانيين خضع مرغما لذلك غاندي وقتل بسبب ذلك، ولكن حتى أعوانه من المسلمين ما عادوا قدروا يدافعوا من شدة الهياج، الهيجان ضد الجمهور الإسلامي. فالهند يعني انفصلت مصيره عن مصير المشرق، لكن أيضا صار هناك قوي ذراع الذين القائلين بانعدام الشرعية، وهذا من أسباب سقوط النظام الملكي في مصر. لكن هذا الفرع من القائلين بانعدام الشرعية وضرورة استعادتها كان قد طور سمتية دينية بدأت تنتشر اجتماعيا، وتصاعدت بعض الآمال أن الضباط ممكن أن يطبقوا الإسلام، ضباط ثورة يوليو، رغم مقتل حسن البنا عام 1949. يعني أول سنتين كان مفروض أن يشارك الإخوان المسلمون، ولو أن ذلك حصل
يمكن ما تابعت تلك الإحيائية الرتكلة، حركة الرتكلة، لأنه كانت حركة شديدة الأهمية. لماذا؟ هذه الإحيائية الإسلامية القوية، هذا الوعي بأنه لا بد من شرعية، وأن الشرعية لم تفقد من الدولة فقط لأنها دولة متغربة، بل فقدت أيضا في المجتمعات التي صارت غافلة. وبعدين بعد 10 سنين منبلش نسمع ناس يقولوا وقد صارت كافرة هذه المجتمعات. نما هذا الوعي اللي بين المودودي وبين عبد القادر عودة، الذي بدأ ينظر لمعنى الشرعية، كيف يمكن، ليس بالسمتية الدينية باللباس وطريقة الأكل وطريقة الزواج والمناسبات وكذا، نحفظ الهوية. هناك هذه الشعبة المتعلقة بالأمر السياسي الذي صار جزءا من الاعتقاد. لماذا صار جزءا من الاعتقاد الأمر السياسي وهو لم يكن كذلك أبدا في تاريخ أهل السنة؟ سأقول لماذا. بدأوا يقولون إن هناك منظومة كاملة هي الشرعية الإسلامية التي تسمى الشريعة الإسلامية، هي كامل الشرعية، ولا بد أن تحكم هذه الشريعة لتكون هي مبرر استعادة الشرعية. المجتمع نحن سائرون في طريق أسلمته، والتنظيم الذي تتجسم وتجسد فيه الشرعية يشتغل على هذا الأمر ويسري في أعضاء المجتمع، ونحن نعمل على تطوير هذه المنظومة اللي أول من تحدث عنها أبو الأعلى المودود، ويبدو أنه عرف بعض أفكار عبد القادر عودة الذي هو قانوني وكتب هذا الكتاب الخطير عن القانون الوضعي والفقه الإسلامي في التشريع الجنائي، أثبت أنه لأنه إلهي وأصلح للإنسان فهو أحسن من القانون الوضعي. وهذه فكرة جديدة، أنه الحملة على القانون الوضعي، بينما كان عبد الرزاق السنهوري الذي تعلم منه الإخوان وغيرهم كثيرا ونشر مسألة القانون المدني في كثير من في 7-8 دول عربية أولها مصر، كان يدخل بقدر ما يستطيع من الفقه الإسلامي، أن المسألة مسألة سهلة أن تلائم بين الموروث الفقه الإسلامي والقوانين المدنية. لا، إجا عبد القادر عودة قال لا، هذه مسألة عقائدية، لا نعرف إذا كان أخذها عن المودودي أم لا، ولكن أخذ المسائل الأخرى المتعلقة بتنظيم الدولة في الإسلام وأوضاعنا السياسية. وكلهم هؤلاء ما يزالون يفكرون بالطريقة القانونية، إنه كيف يمكن، كيف قانون نابليون غير فرنسا، كيف يمكن للشريعة الإسلامية بالتطبيق، لا يهم من يطبقها، بيطبقها جمال عبد الناصر، بيطبقها كما اعتقد الترابي رحمه الله، بيطبقها جعفر نميري، بس إنه الذي يطبق هذه الوصفة فبتكون طريقة لاستعادة الشرعية الإسلامية. حتى جاءت المرحلة الثورية، صارت الشريعة منظومة كاملة بالاقتصاد وفي الاجتماع وفي السياسة وفي كل شيء، وسميت الحاكمية، وجاء سيد قطب وهو ثوري وليس مقنناً يمكن التغيير بالطريق القانوني، فصارت الشرعية لا يمكن أن يستعيدها إلا عقائديون، وصارت الدولة ليس وظيفتها إدارة الشأن العام أو حسن إدارة الشأن العام، بل وظيفتها تطبيق الشريعة. وصارت ينبغي أن نطبق الشريعة وعن طريقنا، إن لم يمكن بالحسنى فبالقوة. الإسلام السياسي شعبتان ابتداء من أواخر الستينات، شعبتان، الشعبة التي تقول
كلا الشعبتين تقول بتطبيق الشريعة ولا تسمي الدولة إسلامية إلا إذا طبقت فيها الشريعة. ولكن هناك شعبة ما تزال تتبع طريق حسن البنا وحسن الهضيبي ودعاة لا قضاة التي تسير من طريق وسائل الشرعية الوسائل المشروعة في الدول العربية والإسلامية، انتخابات وما شابه وتغلغل في الدولة ووصولا إلى التمكين وبالتالي تطبيق الشريعة بشكل كامل، أو تطبيق الشريعة بالطريقة الثورية التي اشترعها سيد قطب وسار فيها الجهادي. وهم لا يلتقون كثيرا، لماذا؟ لأن السياسي يستفيد من الجهادي، الجهادي لا يستفيد من السياسي. السياسي أكثرية المجتمعات لا تقول بالعنف ولا تعتبر أن هناك نظاما عسكريا أو إسلاميا أو ما شابه يمكن عن طريق العنف والدم أن يعمل شيئا خيرا، ولذلك كل النكسات التي يلقاها الجهاديون يستفيد منها جماعات، تستفيد منها جماعات الإسلام السياسي التي سميت بأسماء مختلفة ولكن أفكارها متشابهة فيما يتعلق بمسألة تطبيق الشريعة. حتى الجماعة الإسلامية استفادت من الجهاديين في باكستان وفي أفغانستان أنه كل ما لا يريد سفك الدم يعود إليه. لكن الأطروحة الرئيسية، أطروحة استعادة الهوية أو استعادة الشرعية كما يقولون هم، هي أطروحة واحدة منذ ما بعد أواسط الستينات. اكتملت هذه الأطروحة وصارت كل الأحزاب وكل الحركات يعني سائرة باتجاهها. اقتناع عميق وهائل بأن الشرعية متركزة عندهم وفيهم، وأن هناك نظاما، ليس كما كان يقول سيد قطب لا يسأل لا تسألون عن برنامجنا عندما نصل أنت أي برنامج كان عندكم أيها الضباط، بس وصلت للسلطة عملت كما تشاءون، نحن لن نقول لكم برامج حتى نصل للسلطة. لا، ما بقي ذلك صحيحا. ما في حدا إلا وكتب عشرات الكتب، مئات الدراسات، نظام العقيدة، نظام العبادة، نظام الاجتماع، نظام الأخلاق، نظام كلها أنظمة إلهية أو شبه إلهية. أغزرهم كتابة في العالم العربي الإخوان المسلمون المصريون وأنصارهم وأصدقائهم والإخوان المسلمون السوريون، كتبوها إما في سوريا أو في المنافي. الذي حدث، حدثت ظاهرة شديدة الهول. إلى هنا وقد استطاع الإسلام السني بقدراته المتهالكة والمتداعية ومؤسساته الفقهية ومؤسساته الدينية التي لم تعد شديدة التماسك ولا تملك أفكارا كبيرة واخترقت من الإخوان واخترقت من السلفيين، ظل الأمر يعني يمكن استيعابه إلى أن حدثت ظاهرة في السبعينات والثمانينات، هي انضمام السلفية إلى ذوي التفكير السياسي، ذوي التفكير السياسي على الدولة. السلفية في الأصل سلفية الملك عبد العزيز والسلفية الوهابية أقامت دولة الكتاب والسنة، ولذلك لا اهتموا بزوال الخلافة، بالعكس تقاتلوا مع الخلافة العثمانية 200 سنة في الجزيرة العربية. ولذلك كان حسن البنا يعني شديد، يعتبر النظام السعودي شديد الجاذبية، ولكن لا يستطيع أن يطبق في مصر أنه يعمل دولة بالقوة لتطبيق الشريعة في مصر. فالوهابيون وسلفيو الدولة السعودية وجدوا أن نظامهم كامل الشرعية وطاعة ولي الأمر وتطبيق الشريعة كلها ماشي الحال. هلأ في السبعينات جد عند شبابهم، قالوا بتأثير الإخوان أو بتأثير غير الإخوان، جد عند شبابهم، قسم كبير من شبابهم جد أن الشريعة غير مطبقة
وأن الدولة السعودية ليست كاملة الإسلام. انفجروا في داخل المملكة وانفجروا خارجها، وكانت حرب أفغانستان التي دخل فيها الأمريكان ودخلت فيها الدول العربية في نطاق الصراع في الحرب الباردة، وجدوا حرية لمناقشة كل هذه الأمور، كثير منهم بالمئات إن لم يكن بالألف كانوا يذهبون إلى لاهور، ما حد يروح على أفغانستان، وقال يعملوا دعم طبي وغذائي وتسلحي لحركة المقاومة الشيوعية والشيوعيين في أفغانستان. ناقشوا كل هذه الأمور وتلاقت هذه التيارات على السلفي متشدد في الرسوم وشديد الاهتمام بالدقائق الفقهية وبالدقائق العقدية، ولذلك من هنا جاء الانفجار الجهادي حتى في الإخوان الذين انفصلوا عن الإخوان، كانوا قد تسلفوا وعملوا الحركات الجهادية، هي حركات العنف الإسلامي في مصر في السبعينات، ثم ظهرت في كل مكان ورمزها أسامة بن لادن. تطور آخر شديد الأهمية صار في الثمانينات والتسعينات في مصر على وجه الخصوص، وفي المغرب، وإلى حد ما في تونس وفي الجزائر وفي سوريا، حركات الإحياء الإسلامي وحركات إحقاق الشرعية هذه السلمية ما كانت تثق بالناس. الشرعية مركزة فيها، والناس ينبغي أن يدعوا لتطبيق الشرعية، ينبغي أسلمته، ولا كل حزبي لا 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 يثق بمن هو خارج الحزب حتى لو أظهر له يعني بشاشة وترحيبا ودعاه للدخول في التنظيم، فكانوا لا يثقوا بمقولة الشعب لأن خصومهم هم الذين يقولون بها ولا يطبقونها من جهة، ولأنها ضد الشريعة، وهم غادروا مقولة أهل السنة، سنة وجماعة، جماعة هي المستلمة للدين، لا، وضعوا هل بوعي هل بدون وعي وضعوا الشريعة في مواجهة الجماعة، صارت الجماعة مدعوة للشريعة من جانب التنظيم. لذلك من جهة تطورات الحرب الباردة وكيف كانت هذه الدول الشيوعية والشمولية والأنظمة الاشتراكية العربية والدولة الوطنية الفاشلة، وكيف كانت تستخدم مقولة الجماهير وأن الجماهير بيدها وليست ولا يمكن أن تروح مع هؤلاء الإسلاميين، ظلت هذه المسألة عندهم مشكلة. ثم إن الطبقات الوسطى أيضا ما تقبلته، المتعلمين الذين يريدون الهدوء والأمن والاستقرار عندهم إحساس إخلاقي عالي أن الدولة فاسدة وديكتاتورية وطغيانية في مصر أو في سوريا أو في أي مكان في العالم العربي، لكنهم من جهة أهل سكينة ويريدون الأمن والاستقرار. الذي حدث أنه بدأت هذه الحركات الإسلامية أولاً في الأردن ثم في مصر تدخل الانتخابات على مستويات دنيا بقدر ما يتيسر لها، بدأت تدخل ووجدوها حركة يعني معقولة مقبولة في تصرفاتها، ثم إن الطبقات الوسطى ذات الإحساس الأخلاقي العالي إن كان في مصر وإن كان في سوريا وإن كان في الأردن وإن كان في المغرب وإن كان في تونس بدأوا يدخلون في هذه الحركات أو يتعاطفون معها. استطاعت التغلغل في الطبقات الوسطى التي كانت تكرهها وتتهمها في الخمسينات والستينات بأنها حركات متغربة وأنها برجوازية، صاروا يستعيروا أسماء من الماركسية التقليدية لسمة هذه الطبقات الوسطى. لا، في الثمانينات والتسعينات في كل أنحاء العالم العربي وبعض أنحاء العالم الإسلامي مثل تركيا دخلت الحركات الإخوانية وما شابهها، تغلغلت في الطبقات الوسطى. أنا سمعت فقيهاً
قانونيا دستوريا مصريا كبيرا يقول لي سنة 89 ما الفرق بين حكم القانون وحكم الشريعة؟ حكم الشريعة أحسن من حكم القانون، بمعنى لشدة هدوء الإخوان واستكانتهم رغم ملاحقة البوليس وانضباطهم الأخلاقي، سمعتهم التي تحسنت، هذه الطبقات الوسطى بدأت التي تكره الفساد وتكره هذه الدنيويات المسرفة، فضلاً عن الطبقات الفقيرة، الفقيرة كانت إما سلفية وإما إخواني، لكن الطبقات الوسطى، وهذا مهم جداً لأن هي الجاذب في أي مجتمع من المجتمعات، بحكم ما تملكه من نفوذ وسطوة وسلطة، سطوة ناعمة وسلطة ناعمة، رجال الأعمال، أصحاب المحلات، الناس الظاهرين في السوق، العائدين من أعمالهم في الخليج، كل هذه الفئات بدأ يدخل فيها، بدأوا يدخلون، قبلتهم المجتمعات على أن حكم الشريعة مثل حكم القانون، حكم القانون مش مطبق، الدولة الديمقراطية فيها حكم قانون وهذه الدول فاسدة، فنحن الليبراليين منهم يدعون لحكم القانون، ولكن ما الفرق بينه وبين حكم الشريعة؟ اثنينهم واحد. طبعا هذا لا ينطلي على خبير قانوني ولا على فقيه دستوري، ولكنه لشدة يأسه من إمكان الإصلاح بالطرائق الليبرالية وبالطرائق الديمقراطية للحكومات العسكرية والأمنية قال ما فيش، هذا خيارنا الوحيد للإصلاح. ثم حدث أنه بالفعل بعد عام 2011 في كل الانتخابات التي صارت وصلوا إلى أكثريات في عدة بلدان عربية، وهذه محنة كبرى كان يحذر منها ويحذرها راشد الغنوشي أكثر من حذرها، ما هي المشكلة؟ المشكلة هي المقولة الأساسية الأصلية التي بدأت في الأربعينات يمكن في أواخر الثلاثينات، أن الإسلام دين ودولة، الآن جاء الوقت لتعمل دولة الإسلام بواسطة الدين، وأنت مجهز هذه الكتلة الضخمة ستلقيها على المجتمع لتطبيقها اللي اسمها الشريعة. صاروا يتهربوا يقولوا التمكين في الأول حتى نستولي تماما ونخمد كل مقاومة بالديمقراطية بالانتخابات على كل المستويات، ممكن يحصل ذلك، بس شو التغيير؟ يعني السمتية الدينية تحققت، ما عدت ترى أحدا مرة في القاهرة ماشي بالشارع بدون غطاء رأس، وهذا كله يستخدم سياسيا وفي الانتخابات، وكله ما عاد عندك عذر أن لا تطبق الشريعة، بس ما هي الشريعة؟ طيب إذا لم تكن هذه العبادات وهذه الأخلاق وهذه الشريعة، ما هي الشريعة؟ ما هي الخصوصية التي ستتميز بها على مبارك غير أنه يمكن أنت أقل فسادا منه؟ فكانت هناك محنة كبرى طبعا ما أحس بها من هم خارج التنظيم ومن هم خارج الجماعة، ليس في مصر فقط، في تونس، في المغرب، في حزب عبد الله بن كيران بالذات، في جماعة مجتمع السلم في الجزائر، أنه هذا الحل الإسلامي آن أوانه، والناس بأكثريتهم أو 40 إلى 50% دعمونا، والأمريكان ناطريننا لتخليصهم من العنف الجهادي، نحن عندنا شرعية دولية بدون انتخابات، فكيف وقد حصلت انتخابات؟ فعندنا صار شرعية داخلية وعندنا شرعية دولية. شرعية دولية أنهم يرجون ما دمنا نمثل الأكثرية أن
بسبب صلاتنا الخفية بالعنيفين الجهاديين أن نهدئهم، أن نخلص تخلصوا من القاعدة ويخلصوا من كل جماعات هذه جماعات العنف باسم الدين، ما دام الدين الآن يحكم في هذه الدول فلينضم إليه هؤلاء الجهاديون وليشاركوا، كانوا ممنوعين من المشاركة الآن يستطيعون المشاركة. المشكلة أنه حل وهمي. المشكلة الأساسية أنها حركات هوية، وهذا الحل الضخم الذي قاتل من أجله هؤلاء الناس 50-60 عاما هو حل وهمي أو شبه وهمي. يعني كيف تتذوقه؟ يعني هل تعتبر نجاح أردوغان في تركيا نتيجة إسلاميته؟ يعني ماذا قام غير الإجراءات التي قامت بها دولة مثل الصين مثلا؟ يعني ما هي خصوصية ما يسمى الحل الإسلامي؟ ولماذا قاتلنا عليه وتحملنا هذا الاضطهاد وعشرات الألوف من شباننا ماتوا في السجون من الأربعينات إلى 2010-2011؟ فبدأ أن هناك أيديولوجيا هائلة، وهناك أدبيات شديدة الهول، ولكنها عندما وضعت على محك الاختبار، وأنا لا أتحدث عن الفشل الإداري أو مش متعودين على إدارة الدولة، لا، أنا عم بتكلم على هذا المشروع، مشروع استعادة الشرعية على أساس ليس فقط أن الإسلام انسحب من المجتمع بسبب الاستعمار وبسبب الغفلة، أيضا الدولة الوطنية العربية الأمنية والعسكرية فاشلة، ما عاد عندها شعبية، ليست دولة ثورة 1919 ولا حتى ثورة 1952، تبين أنها فاشلة. يعني هذا زاد من شعبيتهم وزاد من تشجيعهم على استمرار في بناء هذا المشروع السياسي من جهة والثوري من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس عندما نتحدث الآن عن مستقبل الإسلام السياسي علينا أن نرعى هذا العامل. تجربة السنوات الخمس الماضية تجربة شديدة الهول، تغطت جزئياً بعودة الاضطهاد وبأن العسكريين والأجانب والإيرانيين كلهم لم يسمحوا لهذه التجربة بالاستمرار عدة سنوات أو إمكانياتها أن في عدة سنوات، لكنها في الحقيقة تجربة شديدة الهول أظنها ينبغي أن تثير لدى الإسلاميين مراجعات وتفكير أكثر مما تثير لدى العسكريين ولدى الإيرانيين ولدى الأمريكيين، لأن هذا هو مشروعهم وهذا هو تحديهم. يعني هل يجرؤ أحد منهم أن يقول لم يكن هناك مشروع إسلامي كما قال بعض الإسلاميين الكويتيين؟ ما قال أحد غيرهم أنه ما كان عندنا مشروع وكنا كذابين أو واهمين. نحن لماذا؟ هذا عند السنة ليس عيبا، لأن الدولة عندنا في الفكر السني طوال 1300 سنة هي مصلحية وتدبيرية وليست عقائدية، دولة المصالح، لأن تدير الشأن العام بطريقة صالحة على أساس هذه الوحدات الثلاث تحرص على وحدة السلطة، يعني على ما يسمى الكفاية والشوكة، الشوكة تجاه الخارج والكفاية في الداخل، والكفاية بقضاء حاجات الناس. وأقصى ما بلغه الماوردي عندما أراد أن يدخل الدين في الدولة، الحراسة الدين، مهمة الإمامة، مهمة السلطة السياسية، حراسة الدين، يعني حراسة على أصوله المستقرة وأعرافه الجامعة وسياسة الدنيا، كأن حراسة الدين جزء من سياسة الدنيا، ليست أكثر من ذلك، ليس فيها أي شيء من الإمامة
الشيعية المعصومة، لأن الدين والدولة بيد الجماعة، بيد الكوميونتي، وليست بيد الإمام ولا بيد الله عز وجل، بيد هؤلاء الناس الذين يدبرون أمورهم ويديرونها. عملوا أوقاف لإدارة المساجد وإدارة الدين وإدارة المدارس، اشتغلوا على مسائل الشورى، نجحوا أو فشلوا في مسألة الإمامة. والإمام الأشعري بيقول ما سل سيف في الإسلام كما سل على الإمامة، لأن الناس فشلوا في تنظيم مسألة الشورى بحيث تنتج أئمة يقضون مصالح المسلمين ومهمات الدولة العشر اللي كلها تتعلق بإدارة الشأن العام. هذا كله انقلب بسبب الحداثة وما أحدثته من مخاطر على الدين والدولة. فصار الدين ضروري التطبيق، وصارت الدولة هي التي تطبقه. أعطيت النظام السياسي سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي. حسن الترابي رحمه الله سألته، أنت له أنا طيب كيف فعلت ذلك سنة 83؟ طلعت من سجن النميري ورحت قلت له أنت أمير المؤمنين. قال لي أنا بيهمني تطبيق الشريعة، والنميري وعدني بتطبيق الشريعة. قلت له ماذا فعلتم غير قتل محمود محمد طه بحجة الزندقة؟ هذا تطبيق الشريعة. فقال لي أنت تكره الإسلام. فالمسألة أنه وجربها مع العسكريين أيام نميري وعلى العسكريين أيام، وظل يقول لا بده يطبق الشريعة، مع العسكريين أيام البشير. فالمسألة مسألة من جهة تضخم فكر الهوية بحيث أكل كل شيء، الدولة والدين، ومن جهة أخرى لدى أناس طيبين ومخلصين وذوي أخلاق، ومن جهة أخرى فشل الدولة الوطنية فشلا ذريعا، لم تفشل في كل العالم الثالث كما فشلت في الأقطار العربية. في باكستان نجحت أكثر مما نجحت عندنا لأنه سيطروا عليها العسكريين وما طلعوا. فصاروا الناس يبحثون أين ماذا يفعلون، الكلام عن الديمقراطية وديمقراطية الأنظمة، ويفكروا بالعالم برا، وبعدين يقولوا لا الأفضل الاستقرار، خلي حافظ الأسد بس المهم في استقرار أحسن ما نصاب بمصائب وكوارث. فصاروا الشبان المثاليين يزدادون ذهابا إلى هذه الحركات الدينية، وإذا كانوا متسلفين انفجروا وصاروا جهاديين. إنما عن جد هذا ليس فكرة تقليد الإسلام. طيب بس هو فكر الحداثة، يعني فكر أنه الأنظمة التي يمكن أن تنشأ في عالم حديث فيه فصل بين المؤسسات، فيه حكم القانون، فيه دول عادية، الدولة التي سماها الماوردي وسماها ابن خلدون الملك السياسي، كانوا يقولوا في ثلاث أنواع من الدول: الملك الطبيعي الطاغي، ملك الطغيان، والملك الإسلامي الخلافة، والملك السياسي ملك فارس والروم، وهو الملك المطبق في ديارنا، يعني الخليفة العباسية، الخلافة العباسية المتأخرة، ودول اللي كان يعرفها ابن خلدون دولة المماليك، يعتبرونه ملكا سياسيا، يعني يمكن أن يستمر على أساس أن الخلافة صارت يوتوبيا، خلافة الراشدين. فكل هذه الأنواع، هذا نوع جديد حديث، هذا النوع نوع جديد حديث، وإن كان أبو بكر البغدادي حضرته رجع قال بده يسميه فكر، يعني قصة الخلافة المثالية اليوتوبية الفظيعة. فالذي أختم به بغض النظر عن أوهام وحقائق هذا المشروع الإسلامي، نحن مقبلون أو نحن في قلب مخاضات سديدة الهول بالنسبة للإسلام وبالنسبة للدولة، بالنسبة للدين وبالنسبة للدولة، نحن في العالم العربي. ولأننا نتحدث عن مشروع الإسلاميين وعن الإسلام السياسي، لا شك أن له مستقبل، هذا الجمهور لن يتركه كله، حتى لو لم يعد فيه إلا هذه السمتية الأخلاقية، وأنه البعد عن الفساد أو السلوك الأخلاقي. إنما
هل يرغم على التخلي عن هذه الرؤية الفظيعة المخلة بالدين قبل الإخلال بالدولة؟ لأنه أن تدخل الإسلام في الصراع السياسي تدخل الدين، دمرت الدين. أنه تتصارع أحزاب إسلامية أو أحزاب غير إسلامية من الآن للأبد، لأنه هذا جزء من الدين، لازم تطبق الدين، عليك أن تخوض هذا الصراع سواء كنت مخلصا أو غير مخلص. هذه الفكرة في الأصل دمار للدين. يا أخي، في عصور الوسطى الإسلامية كان هناك قسمة عمل، ما كان يصير الفقيه أميرا للمؤمنين، ولا أمير المؤمنين حضرته يعمل فقيه. عم بحكي من الناحية العملية بغض النظر عن نظرية المرجعية العليا والديمقراطية الإجرائية وكذا اللي نظموها في الثمانينات والتسعينات. فهل يستطيع الإسلام السياسي الباقي وغير الزائل بالأناس الذين يحركهم إحساسات قوية بالهوية بسبب الظروف العالمية وبسبب ظروف نظام العالم التغريبي الهائل؟ واحد زي واحد غير مسلم ولكنه يعرف الفقه الإسلامي معرفة جيدة زي وائل حلاق، هذا الأستاذ الفقه الإسلامي في جامعة كولومبيا من أصل فلسطيني، كتب عام 2013 الدولة المستحيلة، أنه الإسلام نظام أخلاقي عظيم والدولة الحديثة دولة فاسدة وإجرامية وكذا، ولا يمكن أن يتلاقيا أو يتلاءما. طيب يا سيدي، عظمتنا الأخلاقية يعني مستحيل أن نعيش؟ هل يستطيع الإسلاميون أن يراجعوا أنفسهم بحيث يتلاءموا، يعني يتلاءموا بالحد الأدنى، يطلعوا الدين من بطن الدولة عملياً، ويطلعوا الدين من أن يظل يواجه الناس؟ لابد أن تزدادوا إسلاماً، لابد أن تزدادوا إسلاماً، لابد أن تزدادوا إسلاماً، يدعوا المؤسسة الدينية تشتغل، تمارس هي التعليم الديني والفتوى ووحدة العبادات. ما عدنا نصلي مع بعض. والأمر الثالث، ماذا تفعل هذه الدول؟ ماذا تفعل نخبها العلمانية وغير العلمانية؟ ماذا تفعل نخب؟ مسألة الشرعية مسألة شديدة الهول إذا كان هؤلاء يفهمونها فهما دينيا، ولكن الآخرين غير الإسلاميين يفهمونها فهما مدنيا. أين هي جهودهم الكبرى لاستعادة الشرعية في هذه الأنظمة، أنظمة تصبح أنظمة للحكم الصالح، تزول هذه أو تتضاءل هذه الجاذبية الوهمية والحقيقية للإسلاميين نتيجة تكأكؤ الدولة العربية الوطنية ونتيجة فشلها ونتيجة فسادها ونتيجة طغيانها؟ فهناك ثلاثة شروط من خلالها تتحدد قوة الإسلام السياسي وإمكانياته المستقبلية. الأمر الأول، مراجعة شاملة وقاسية على أنفسهم باتجاه إخراج الدين من بطن الدولة. لا تعود شرعية الدولة معلقة على ما يسمى تطبيق الدين، والدين مطبق والشريعة مطبقة. الدين هو الشريعة والشريعة مطبقة هي العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وكلها مطبقة. ما هذا الكلام الفارغ؟ فالمسألة مسألة هوية، هل يمكن مراجعة هذا التضخم السرطاني لتفكير الهوية والذي أفسد كثير من المواهب، ليس الإسلاميين، اليساريين أيضا أكثر من الإسلاميين أفسدهم في هذه الكراهية للغرب ولنظام العالم، وهذا واجب الإسلاميين لا يستطيع القيام به أحد غيره. مات حسام تمام، كان أبو إخوة مسلمين وهذا مصري شاب ممتاز، مات فرحنا حتى
وكان كاتب صار درستين ثلاثة في نقد الإخوان المسلمين، مات 2011 في المستشفى في مصر. رحنا عملنا له مناسبة بمكتبة الإسكندرية، وحاضر أهله ومراته، ومراته حرام شابة وأولاده صغار، مات عمره 40 سنة. فصرنا نقول إنه انتقد الإخوان بكذا، فعل كذا، وأهله كلهم إخوان. صاروا يقول استغفر الله العظيم، معقول أخوي ابني كان يفكر كده؟ شو كان يقول؟ ابنك كان يقول دول الإخوان يعتبرون أن يطبقون الشريعة وهذا أمر وهمي، أنت مش مسلم يعني حتى يطبق عليك الإخوان الشريعة وبواسطة الدولة المصرية يعني يقوى النظام السياسي المصري، النظام المصري ما بيأديكمش شو عنده مشاكل تضيفوا له تعطيه عصمة الإسلام باسم الشريعة لتطبيقها. لا يا أخي، ابنك ما كانش ما ماتش إخواني ولكنه مات مسلما، ما تخاف، هو يظن أنه الإسلام يعني الإخوان. فهذه المراجعة شديدة الهول وشديدة التعب، والظروف غير ملائمة لها. لماذا؟ لأنهم مضطهدون ولأنهم ملاحقون وفي كل مكان وتحت كل شمس وشارق. والأمر الثاني، المؤسسات الأخرى الإسلامية التي نسميها المؤسسات الدينية، هذه تكأكأت وضاعت وتصدعت، ليس تحت وطأة الإخوان والسلفيين فقط، بل تحت وطأة عدم الإحساس بالمسؤولية من جانب مسؤوليها الكبار. عندنا 3 مليون رجل دين في العالم العربي، ونحن نزعم أنه ما عندناش رجال دين في الإسلام السني. في مؤسسات الأوقاف والإفتاء والأئمة والمدرسين، أحصيناهم في 3 مليون رجل دين في العالم العربي، موظفين على الأقل في وزارات الشؤون الدينية والأوقاف، في السعودية ومصر والمغرب في 2 مليون، وببقية الدول العربية 1 مليون. هؤلاء الناس عليهم 4 مهام ينقذون الدين بها أو يساعدون في إنقاذ الدين الذي استلمه الحزبيون الإخوان والسلفيون. ينقذون الإسلام بالتأكيد على وحدة العبادات، يعودون إلى هذه المساجد فيقودونها، يظلون الناس يصلون معا، ما عادوا يصلون معا، ويقومون بالتعليم الديني، وحتى أولاد الإخوان المسلمين يحبون أن يتعلموا بالأزهر، لا يحبون أن يعلموا أولادهم عند حزبيات. فعندنا 80% من المسلمين يحبون أن يتعلم أولادهم في المؤسسات الدينية، فلتستقم أمر هذه المؤسسات وهذه الجامعات وهذه المعاهد، لابد من نهوض فيها حتى ينشأ الأولاد نشأة غير حزبية. والأمر الثالث، الفتوى. بعد ملايين من المسلمين يقصدون الفتوى والإفتاء، والإفتائيات الفضائيات أكثر الإفتائيات فساداً وإفسادا. وبعدين مسألة الإرشاد العام، كل يوم بتلاقي عامل قضية الأزهر أو أي مؤسسة دينية أخرى في المغرب ضد فلان، قال قل الأدب، ما بعرف شو عمل مع كذا، غلط، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر ولكنه هرب. طبعا هذا غلط، بس مش هذه مشكلتك، ما تصور نفسك أنك ضد ثقافة المجتمع وأنك ضد كل حركة في المجتمع أيا تكن هذه الحركة تعتبرها خارجة على الدين. فيعني هذا الإرشاد العام طبعا يتصارع على المجتمعات الآن عدة تيارات فكرية كبرى، ما عدت مجتمعات تقليدية بيد جهة واحدة. الفضائيات أهم وسائل الإرشاد، أهم وسائل التوجيه. فينبغي أن تكون لهذه المؤسسات على الأقل يكون طرفا محترما وكبيرا داخلا في مسألة الإرشاد العام بالمعنى الإصلاحي وبالمعنى التنويري، وليس بالمعنى أنه هذا حرام وهذا حرام وهذا خارج عن الدين وهذا. أنتم تظنون أن هذه الأمور أمور سهلة، أمور يعني غير مهمة، ولكني أنا شيخ، أنا خريج الأزهر، وأعرف كم يحتاجها الناس، وكم هناك أناس دخلوا في إحدى الحركات الحزبية من أجل مسائل بسيطة مثل هذه المسائل، وهذه المسائل أهملتها المؤسسات الدينية أو أنها في بعض البلدان لا تقوم بها بشكل جيد. لا تنسوا أن الدول تعاملت مع المؤسسات الدينية العربية في 50 سنة الأخيرة بأحد 3 أشكال، إما الجفاء
وقصد القضاء على هذه المؤسسات مثل ما فعل القذافي ومثل ما فعل السوريون ومثل ما فعل صدام حسين ومثل ما فعل بورقيبة وزين العابدين بن علي بالزيتونة، وإما الإبقاء والاستيعاب والتضخيم ولكن الاستتباع مثل السعودية ومصر والمغرب، وإما الحياد يعني عدم الاهتمام مثل الأردن ومثل لبنان مثل موريتانيا، يعني الدول الصغيرة. وفي الدول التي ألغت حاولت إلغاء المؤسسة الدينية الأصوليات على أشد ما يكون وعنيفة وجهادية، وفي الدول الاستيعاب ولكن الاستتباع هناك حركات عنيفة ولكنها أقل هولة، وفي الدول الحيادية بالفعل لم تكن هناك حركات أصولية شديدة العنف. فالمؤسسات الدينية شديدة الأهمية. تقول لي ما فيش في الإسلام السني مؤسسة؟ نعم يا سيدي، ولكنها ليست مؤسسة مقدسة، هي مؤسسات تطوعية يدخلها المشايخ هني طوعا وليس عندهم سلطة مقدسة، فقط بسلوكهم وبعمالهم يكتسبون سمعة لدى الناس، وليس هناك غنى عنها. من يقوم بالتعليم الديني؟ من يقوم بالفتوى؟ من يقوم بالإرشاد؟ من يقوم بالإشراف على وحدة العبادات، على رعاية العبادات للناس؟ وسبق أن المجتمعات الإسلامية أنشأت هذه المؤسسات بالأوقاف. فلننتهي بالعامل الثالث اللي هو النخب المدنية، تستطيع أن تساعد الإسلاميين كثيرا وتستطيع أن تساعد المؤسسات الدينية كثيرا بأن تعمل عملا جادا وجبارا لا تقوم به على الإطلاق، هو إنشاء العمل على إقامة الحكم المدني، على إقامة دولة الحكم الصالح، حتى يصير الناس هؤلاء الشبان يفكروا طيب هذه الدولة ماشية كويسة، شو أعمل أنا دولة؟ أعمل جهاد هلأ لأعمل دولة إسلامية؟ لا أعرف إذا تحصل أم لا تحصل. هذا الحاكم رجل صالح وهذه المؤسسات قائمة ومصالح الناس مؤمنة نسبيا على الأقل، وهذا الأمر ليست هناك حركات مدنية سياسية قوية ولا أحزاب، شوي في المغرب غير ذلك، ليس هناك سعي حقيقي من هذه النخب لطرح بدائل، بدلا من الحديث كل الوقت على مقاتلة الإرهاب ومقاتلة الحركات الأصولية الإسلامية. طيب قاتلوا شوية الدكتاتوريات واشتغلوا على 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 مسألة إقامة أنظمة الحكم الصالح، وأنتم النخب هم الموظفون تاعت هذه الدول، حيوظفوا الإخواني أو السلفي وزيرا أو ما، أنتم تستفيدوا من هذه الأنظمة إذا كانت أنظمة منتخبة وكانت أنظمة ديمقراطية وكانت أنظمة يعني يسود فيها حكم القانون والفساد فيها قليل. هذه هي مطالب الناس في الأصل والتي أفضت خلال عقود متطاولة إلى تفاقم هذا الإسلام السياسي والآخر الجهادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.